الزمالك احتفل مع جماهيره بالفوز بالدوري رقم 14 في تاريخه، والعام التالي على التوالي الزمالك بطل الدوري 2021، الزمالك بطل الدوري 2022. رحب بزميلي هيثم، منور يا زميلي. اهلا وسهلا كابتن عمر، تاخرت انت علينا اه معلش معلش. مبروك للزمالك ولكل الفرق. الدوري النهارده موسم بينتهي بشكل جميل جدا، بشكل رائع. شايفين منصه، يعني حاليا واحد بيتكلم في منصه تتويج للزمالك بطل الدوري، فيها حسام طموس رئيس نادي الزمالك، النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه، الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري. مباراه انتهت بالتعادل 1-1. الونش لحق ينهوض، يعني انقذ، كانت احتماليه شكلها هتبوظ كده. الاتحاد السكندري متقدم بهدف، ما كانش متابع. الاتحاد السكندري تقدم بهدف ابراهيم حسن في الدقيقه 44، ونجح الونش انتهى المباراه بهدف كل فريق ويرفع الزمالك رصيده الى 76 نقطه بعد تسجيل الجدول. طبعا في البدايه نبارك لجماهير نادي الزمالك ومجلس ادارته واللعيبه والمتشرم على فريق الكوره الاستاذ امير مرتضى باللقب الثاني على التوالي وال14 لنادي الزمالك لدرع الدوري. لو دخلنا في المباراه، يمكن احنا شايفين حاليا معانا مشهد احتفالي جميل جدا بين لعيبه نادي الزمالك وجماهيره اللي كانت متواجده النهارده في لقاء الاتحاد باستاد القاهره. وزي ما حضرتك بتقول كان الاحتفاليه يمكن هتبوظ لو المباراه انتهت يعني بفوز الاتحاد السكندري، ولكن قدر الونش يمكن في الدقيقه 75 من احراز هدف التعادل لنادي الزمالك، يعني ينتهي المباراه بالتعادل الايجابي بهدف لمثله. مباراه كانت يمكن لعيبه الزمالك هم اللي استسهلوها في البدايه، وهم كانوا واخدين الاحتفاليه من بدايه اللقاء. اتصعبت بعض الشيء بحاله الطرد اللي احتسبها ابراهيم نور الدين حكم اللقاء لحسام عبد المجيد، ولعب الزمالك ناقص يمكن الدقيقه 14 من الشوط الاول. ثم يمكن اكتمل هذه او هذا الموضوع بهدف ولا احلى ولا اجمل، يمكن انا بعتبره احلى اهداف الدوري بهدف ابراهيم حسن اللي جاء من نص الملعب، ويمكن خطا يتحمله محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك رغم ادائه الجيد طوال الموسم مع نادي الزمالك. الشوط الثاني تبدل الحال بعد خروج سيف الدين الجزيري بين شوطي المباراه والدفع بيوسف اسامه نبيه اللي لعب مع سيد دمار في الجانب الايمن، ويمكن دي كانت خطه محمد عمر المدير الفني للاتحاد ولعب عليها بشكل جيد في الشوط الاول. ورغم ان لعب شيكابالا بعض الوقت كمهاجم صريح مكان سيف الجزيري، واحمد سيد زيزو راح ناحيه الشمال امام احمد فتوح، ادى لامتلاك نادي الزمالك لمنطقه وسط الملعب ومنطقه المناورات، وقدر الفريق يعني ما نحسش انه مطرود منه واحد طول الشوط الثاني. ومن ضربه برضه النقطه دي يا هيثم، برضه اتكلم فريق الزمالك النهارده، الراجل بيريرا بدا بتشكيل نفس التشكيل الثابت اللي هو بيلعب بيه المباريات كلها، التشكيله الاساسيه قويه اللي هي موجود فيها شيكابالا وموجود فيها زيزو وسيف الدين الجزيري امام عاشور، تشكيل كامل قوي لعب بيه كله من الاول، ما استناش خالص سماه، ما كانش بيلعب موضوع احتفالي، لكن اللعيبه كانت برضه روحها هاديه خاصه يعني طبعا امبارح طبعا بين الاثنين بعد فوز في وش على بيرنز وتاكد اعلان حصول الزمالك على الدوري لقب واعلان النهارده احتفاليه تتويج الدوري، خاصه بعد خلاص الدرع فعلا زي ما رئيس النادي مشرف وصول قال ان الدرع راح يروح استاد القاهره عشان يتم تسليمه النهارده، وده بالفعل اللي بيتم دلوقتي حاليا استاد القاهره بتسليم درع الدوري لموسم 2022 نادي الزمالك. فيريرا لعب بتشكيل قوي نفس الوقت بصراحه محمد، في لقطه مميزه جدا لازم نتكلم عليها، وسالك ان في ممر اشاره في مين فريق الاتحاد السكندري نادي الزمالك، ودي بقت لقطه حلوه جدا بنشوفها كل ملاعبنا لقطه يعني متوافقه مع مبادرات ومبادئ الفيفا، بتقول لك ان انت لازم هي روح رياضيه في الملعب اهم يعني اهم من المنافسه نفسها. ده اكيد يعني مش غريبه على ابو الشهيد الكابتن محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري والحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، يعني الاثنين احنا نعرفهم طبعا من الـ يعني الوسط الرياضي كله، عارف محمد عمر وعارف الكابتن محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، ودي طبعا لقطه يشكروا عليها انهم قبل المباراه عملوا ممر شرفي وكامل ورود لنادي الزمالك. وبرضو استكمالا للحاجات اللي حاجات بتقولها حضرتك المبادرات، حسنا فعل السيد احمد دياب ورابطه الانديه بالنهارده تقديم على طول الدرع الدوري بعد المباراه مباشره، وعدم الانتظار للجوله 34 اللي كان بيحصل في المواسم السابقه، لا سلموا الدوري
بعد المباراه مباشره للاعبي الزمالك ومجلس ادارته. سليم الدرع طبعا. وعايزين نقول ان الدرع ده هياخده رئيس النادي الزمالك ومجلس ادارته ويرجعوا بيه على مقر النادي في النهارده احتفاليه بقى يمكن ممكن تكون للفجر. هو في احتفاليه في النادي؟ ايوه في النادي وحاليا موجوده في النادي. في النادي برضه هينقلوا بالظبط. ايوه بالظبط برضه موجوده في النادي. اه احتفال اللعيبه واللعيبه هترجع باوتوبيسها على طول لمقر النادي الزمالك ومجلس الاداره وفي اعضاء جمال عموميه حاليا منتظرين اللعيبه في مقر النادي بمتعوبه. كان في تغييرات برضه النهارده شفنا في حرص من الدرير ان هو شارك بكل اللعيبه لعيبه نادي الزمالك شاركوا في المباراه. شفنا اللي هو نزل يوسف اسامه نبيه مكان سيف الجزيري ويوسف اوباما مكان امام عاشور وعمر السعيد مكان نيمار وحازم امام نزل مكان شيكابالا ومحمود علاء شارك برضه في نهايه المباراه مكان محمد اشرف روعه. شفنا جو قلب احتفالات الجماهير برضه كان جو حضاري في الملعب كل الجماهير يعني بتحتفل مفيش الفاظ بذيئه مفيش شتائم ودي الروح اللي احنا عايزينها في الجماهير تروح المدربين عشان تساعدنا برضه يا اسر بقينا نشوف الجماهير في رغبه من رابطه الانديه واتحاد الكوره والدوله بشكل عام ان الجماهير ترجع بس لازم الجماهير ترمي برضه ان هي التزام في يعني اقول لك ايه التزام وانضباط داخل الملعب رابطه الانديه هتزود العدد اكيد اكيد طبعا. ويمكن بس انا عايز اعلق على صوره معانا هي على الشاشه يمكن في عدد من كابتن عمر عدد من نجوم الزمالك القدامى كانوا النهارده حاضرين المباراه على راسهم طبعا كبير الهدافين والهداف الاكثر تهديفا في نادي الزمالك كابتن عبد الحليم علي وبيتصور مع زاوية الهمم بعد نهايه المباراه. يعني النهارده كان في ملحمه ما بين اللاعبين القدامى ومجلس الاداره والجماهير للاحتفال بالدرع اللي انا شايفه الأصعب في تاريخ نادي الزمالك بعد طبعا ما كان الجميع فقد الأمل في الدور الأول ولكن عقد طبعا التعاقد رحيل كاترون والتعاقد مع بيريرا والفوز مباراة تلو الأخرى ويعني سوء نتائج المنافسين أدى لتحقيق نادي الزمالك للقب الدوري عشان كده شايفين السعادة يعني في نظر الزمالك فريق أدى بروح كويسة جدا أكيد 13 مباراة متتالية ما بيخسرش منهم 11 او 12 فوز متتالي ببطولات مختلفه بيكسب بفوز مريح فوز مريح لا لا وغير كده لا انت بيجي عندك مباراه بيغيب انت فجاه غاب منك يعني ابو جبل وطارق حامد وبعد كده اشرف بن شرقي ولعيبه هو نجم وكل دي مش موجودين بعد كده عندك انت بتلاقي تاني حاجه بتلاقي كل مباراه في تدوير بيعمله المدرب بيقعد لعيبه وينزل لعيبه تانيه في نفس الوقت في ليه ايقافات بتلاقي مثلا امام عاشور مش موجود بعد ماتش الجونه مثلا فتوح جات له فتره اصابه فتوح كان اصابه ايوه كل لا بقول لك حاجه محمود علاء الونش كل ده الزمالك اللي ما غيب لعيب اثنين اللعيبه ما بتتاثرش هي الفرقه بتكون موجوده ومن رايي الشخصي ان هي اهم صفقه عملها الزمالك يعني بصراحه اللي هي اللعيبه الصغيرين تصعيد عدد من اللعيبه حلوا مشكله العدد حلوا مشكله اللعيبه اللي مش بالظبط ده حقيقة اه سيد نيمار ده انا بعتبره ان اكتشاف كبير جدا لفيريرا في الموسم الحالي. حسام عبد المجيد يمكن اللي هم قالوا عليه متيب الكره المصريه الجديد مدافع على الطريق الصحيح ومدافع جيد جدا بل وكمان بيقدر انه يحرز اهداف للفريق يمكن كان السبب الرئيسي في حصول النادي على 3 نقاط غاليه في لقائه الاخير امام فرقه بالاسكندريه بضربه راس ولا احلى. في برضه محمد طارق يمكن الباك اليمين يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر يمكن هذا الخماسي يكون ليهم مستقبل كبير جدا مع الكره المصريه ومع نادي الزمالك في المواسم المقبله. ويمكن فيريرا اللي بيعتمد اعتماد كلي حاليا على سيد عبد الله الشهير وسيد نيمار في منطقه الوسط بالاضافه ده للتميز مستوى الثنائي امام عاشور واحمد سيد زيزو وتالق وعوده شيكابالا للتالق من جديد. الزمالك قدر بتقريبا 20 لعيب انه يحقق البطوله يمكن زي ما انت قلت اصرار وعزيمه اللاعبين مع تالق طبعا البروفيسور فيريرا ادى طبعا للحصول على اللقب وقبل نهايه المسابقه بثلاثه اسابيع. تأكيد هسه شفنا طبعا المباراه في كلام كتير جدا على الصفقات الجديده. كابتن هشام منصور طرح كان في كلام كتير على الصفقات كلام كتير عن زكريا الوردي لاعب رجاء المغربي لاعب رجاء المغربي في كلام كتير على ابراهيم انضاي السنغالي لاعب الجزائر
سويسري، في كلام كتير عن اكثر من لعيب في الدوري المصري. امبارح الزمالك بالفعل اعلن بعد التاكد منه حسم الدوري، تم الاعلان بالفعل رسميا عن شمس الصبح، قال ان هو تم التعاقد بالفعل مع المغربي زكريا الوردي. النهارده كان في كلام على الاستاد مش فيهاش صوره واضحه، بس قالوا ان هو اللعيبه الاثنين كانوا موجودين، ريمان داي و زكريا الوردي، الاثنين كانوا موجودين في الاستاد. انت شايف الصفقات دي صفقات مهمه في الزمالك هتفرق مع صفقات تانية، ولا انت شايف ان الزمالك يعني لازم يكون عدد قليل من الصفقات؟ لا، هم طبعا طبقا للاسماء كابتن عمر، هم طبعا اسماء لعيبه كبيره جدا. يمكن ابراهيم نضاي تحديدا مش غريب علينا، كان بيلعب في دجله ايام ما كانت دجله في الدوري الممتاز، ونعرفه ونعرف مستواه كويس جدا، وانتقل من دجله للدوري السويسري. اذا هو لعيب كوف، يمكن هو احنا عرفنا انه بيلعب يعني مكان اشرف بن شرقي، وهو لعيب قوي ولعيب يعني هيجيد في هذا المركز مع نادي الزمالك. طبعا زكريا الوردي احنا عارفينه من الموسم اللي فات ايام ما كان الرجاء بيلعب مع النادي الاهلي في دوري الابطال، هو لعيب بيلعب على الدايره بجانب امام عاشور او رؤى، يعني بيلعب كده لعيب يعني بياخد الملعب فحت ورد زي ما بيقولوا بلغه الكوره، لعيب قوي بيقولوا زي اداؤه زي طارق حامد، ده ايام كان طارق حامد يعني في عزه او في نادي الزمالك. فطبعا الزمالك الصفقتين الزمالك يحتاجهم بشده. يمكن زكريا زكريا الوردي هل يستطيع يعوض غياب طارق حامد؟ في ناس تقول ان هو رئيس النادي الزمالك قال اكثر احسن من طارق حامد 15 مره. هو طبعا الكلام ده كله هيبقى مؤجل لحد ما نشوفه في ارض الملعب، ولكن احنا بنقول حاليا الزمالك بيجيب صفقات بشكل مستحدث او شكل جديد، الصفقات اللي هي تفيده في الملعب. الزمالك يحتاج لعيب رقم 6 في الملعب، ايوه الزمالك يحتاج لاعب، ويحتاج لاعبين كمان، لو في لاعب تاني مع زكريا الوردي ويكون لاعب محلي طبعا هيبقى حاجه كويسه جدا. ليه؟ لان الزمالك بيلعب حاليا بامام عاشور ومحمد اشرف رؤى في حاله اصابه احدهما، فالراجل الفيريرا لجأ ليه او استحدث مكان محمد عبد الغني، واجاد فيها بقاله فتره، ولكن محمد عبد الغني الزمالك محتاجه كسيرد باك او كمدافع بجانب الونش وحسام عبد المجيد ومحمود علاء، لان اقل حاجه لازم يكون عندك في الجانب الخط الخلفي 4 مدافعين على الاقل تقدير، طبعا على اساس انهم اكتر لعيبه بياخدوا انذارات وبياخدوا ايقافات، فانت دايما بتبقى محتاج 2 في الملعب وواحد على الدكه. فطبعا زكريا الوردي الجماهير كلها بتنتظره ان هو يغطي فراغ طارق حامد في منطقه الوسط. ده محتاج لعيبه ثانيه في الملعب، يعني قلنا ريمان داي قلنا زكريا الوردي. الزمالك ثانيه طبعا الزمالك محتاج، في غموض حوالين بعض اللاعبين، في كلام الزمالك امام هيكمل ولا لا؟ في كلام ممكن لا، هو الزمالك ممكن يكمل، في طبعا في اكثر من لعيب ممكن يفكر. لا، هو الحته الاماميه تحديدا رقم 10 خلاص انا بعتبر ان يوسف اوباما تحديدا ايام معدوده في نادي الزمالك. رقم 10 ده محتاج في الزمالك لاعب على اقل تقدير او لاعبين. خط الهجوم للزمالك انا شايف من وجهه نظري مفيش غير سيف الجزيري هو اللي حاليا يقدر يكمل مع نادي الزمالك. بمعنى ايه؟ ان لازم الزمالك يجيب 2، احدهم مهاجم افريقي قوي شرس ومهاجم محلي، يعني يبقى سيف الجزيري ومعاه 2، وواحد طبعا من قطاع الناشئين ده هيكون يوسف اسامه نبيه. اما لازم طبعا الزمالك يبحث عن مهاجم افريقي، وهم يمكن لمحوا في بعض البرامج يعني ان البحث حاليا عن مهاجم افريقي يكون ليه طبعا تقل في المنطقه الافريقيه. ولكن انا بقول برضو معلومه ان الزمالك في الصفقه ديت مش هلجأ لشمال افريقيا زي ما لجأ في الوسط المدافع اللي هو زكريا الورد، لا هيجيبوا مهاجم افريقي قوي هيقدر بقى مع سيف الجزيري ان هو يكون عون لي في المباريات المقبله، لان الزمالك للامانه عانى كثيرا في الموسم الحالي من عدم وجود المهاجم الصريح حتى وجود. نرد عليك، الزمالك عانى من حاجات كتير، ولكن وجود فيريرا مدير فني خبره وعنده فرق كتير جدا طبعا، لازم نقف عليه ونتكلم ان هو مدرب قوي شخصيه، بدا من مباراه تحديدا عايز من مباراه القمه بيراميدز، لا مباراه بيراميدز اللي هي فيها اللعيبه حصل مشكله محمد ابو جبل، كان ساعتها زيزو، وكان ده بيراميدز الدور الاول او الدور الثاني؟ الاولاني الدور الاول من ساعه ما جه خد قرار باستبعادهم من القائمه، ايوه، والاداره دعم قرار، ايوه، لكن اكتشفنا ان في مشكله تجديد، وبعد المباراه والزمالك كسب المباراه بالظبط كده، مشروع تونس رئيس النادي حدد موعد كان يوم خميس تقريبا، قال لك
هو المحدد للعيبه اللي عندها تجديد الخماسي من الامور ده عشان في مراوغات وكلام كتير. بالظبط اللعيب اللي جه هيكمل المشاكل اللي مش هيستمر يقول لنا اللي مش هيجي بس يمشي. دي كانت هي انا رايي يعني زي ما فاصله دي فاصله ودي اللي فرقت ان الراجل اعتمد خلاص على الورق اللي معاه ابتدى يتعامل مع اللعيبه دي هيثم ان هي مش موجوده. بالظبط ابتدى يعمل يشوف ورقه ابتدى يبص على قطاع الناشئين طلع اربع ناشئين حسام عبد المجيد ونيمار وسيف جعفر ويوسف اسامه نبيه وبعد كده بيقلب ورق تاني وفي خضري وابو جبل ريحه ولا دي كلها مخاطرات ويقول حاجه مخاطرات كلها كسبها ده يعني ابعد واد يبقى من احسن الاجوان وماشي كويس جدا صح. يلعب حسام عبد المجيد من احسن المدافعين وانا شايفه ان هو من يعني بيفكرني فعلا بالغزال ابراهيم يوسف وش ويكمل والنهارده طرد في الدقيقه 20 عجباني روحه ان هو يعني بيعيط وزعلان هو يطلع دي روح دي بقى روح البطوله وروح الفريق نادي كبير مش عاوز مش بيلعبه بس لا عايز يلعب وعايز يشارك وعايز يكمل رغم انه احتفاليه كان عايز يكون موجود نفس الوقت شايفين يوسف سما نبيه في كل المؤشرات بتقول ان هو يقدر يعوض اشرف بن شرقي ممكن يكون اشرف بن شرقي جديد وهكذا في ناشئين ودي الفكره اللي هي ابتدت تتجه لها كله يعني حتى الاهلي لما واجه ازمه ولا نفسه كله اتجاه قرار بتصعيد الناشئين بتشوف سيد غريب وطارق زياد والشرقيه واشرف اشرف وفخري كل الصغيرين دول بيلعبوا بياخدوا فرصه فيريرا هيكمل هيثم مشوار ولا ممكن الاشاعات بتقول لك يجي له عرضه وحاجه انا لا انا انا لا لا الموضوع طبعا انا متاكد منه تماما ان فيريرا بيعيش فتره يعني ارتياحيه كبيره جدا في نادي الزمالك تحس كده ان في حاله من الحب بينه وبين المتشعب فريق الكوره وبين مجلس الاداره وبين الاعضاء اللي هم بيتعاونوا معاه في مجلس الاداره وهو يمكن حابب انه يكمل مشواره الناجح في نادي الزمالك خاصه ان النجاح يا كابتن عمر يعني مش اي مدير فني ينجح مع فريق يروح فريق تاني ينجح معاه لا طبعا بس مش مدرب عادي ده مدرب عالي جدا ما خلينا نقول الحقيقه كان منو الجزيه مع النادي الاهلي وكان محقق 19 بطوله اما راح بعد كده مشي من الاهلي راح الانجولا ثم اتحاد جده ثم الصقل الايراني الثلاثه فشل فيهم فشل ذريع واعتزل التدريب فانا شايف طبعا بحكم كمان بحكم العيشه براحه في نادي الزمالك فجيزبالدو فيريرا المدير الفني هيكمل الموسم المقبل في نادي الزمالك. مباراة النهارده الزمالك عنده ماتش تاني مع سيدني كومبا. فيريرا هيريح اللعيبه ومع المصري قبلها سيدني كومبا. في المصري هو. المصري هيريح بقى اللعيبه ولا لسه؟ انا اتوقع طبعا هيكون في تغييرات كبيره جدا في التشكيله امام النادي المصري ولكن هيكون يعني تغيير بحساب ان الراجل عايز يعني ينهي الموسم بدون بقى ولا هزيمه يمكن في الدور الثاني كله حاليا 14 مباراه بدون هزيمه فهو مش هيسمح ان الفريق يخسر في اي مباراه هيكون التعديلات في بعض المراكز او اللعيبه اللي احنا شفناها يعني ممكن نشوف المباراه القادمه سيف فاروق جعفر في منطقه الوسط بجانب سيد نيمار نشوف يوسف اسامه نبيه في الخط الهجومي طبعا حسام عبد المجيد هيغيب للطرد ممكن نشوف محمد طارق في الجانب الايمن ممكن نشوف بالمناسبه ماجد هاني اللعيب اللي كان مع كابتن محمود جابر وكان متالق في البطوله العربيه اللي اقيمت في السعوديه وخسرها منتخبنا 2003 بضربات الجزاء امام المنتخب السعودي لعيب تالق بشكل لافت للنظر يمكن هو برضه نقول للناس ان هو بيلعب في منطقه وسط الملعب وبيجيد التسديد من بره ال 18 ممكن يجربه خاصه ان هو عرف او سمع عنه الكلام كويس جدا من الكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003 النهارده فوز نادي الزمالك اعتقد صفحه جديده للزمالك اعتقد دي كده البطوله الثالثه لنادي الزمالك يحسمها في مباراه الكاس هتكون لسه مباراه الكاس قائمه الزمالك عنده منافسات برضه جايه في بتاع ملعب لوسيل في قطر وده السوبر المصري السعودي بين نادي الزمالك المصري والهلال السعودي ده تقريبا في شهر سبتمبر بالظبط ثم بعد كده في السوبر المصري بقى على دوري افريقيا وفي السوبر المصري طبعا والدوري طبعا دوري افريقيا في السوبر المصري بين الاهلي والزمالك اللي هيكون في الامارات بالظبط انت شايف الوقت لها كافي اللعيبة تاخد راحه ولا مش كافي؟ يعني هو الوقت طبعا ضيق الوقت قصير جدا النهارده 23/8 يمكن يعني لو خدوا اسبوع على اقصى تقدير مش ازيد من كده طبعا الوقت مش كافي خالص ولكن هم ممكن يريحوا شويه ويلعبوا الماتشين دول ثم يرجعوا برضو ياخدوا جزء من الراحه اللي احنا عرفنا من رابطه الانديه ان الموسم الجديد في نص اكتوبر ده طبعا يتخلله تقريبا معسكر للمنتخب الوطني فطبعا لعيبه الزمالك هتبقى
مضغوطه بعض الشيء لتلاحم المسابقات وتلاحم الدوري مع مباريات المنتخب الوطني، لان احنا عرفنا ان فيتوريا المدير الفني المنتخب معجب بسبع لعيبه تقريبا من نادي الزمالك، محمد عواد، شيكابالا، امام عاشور، طبعا اهلي فتوح، طبعا يبقى حاجه زي ما كان طبيعي بالنظر للمسابقه والبطوله، يعني في لعيبه كتير هتكون موجوده، هاشم الناوي اعتقد الاهلي هيكون موجود، عمرو السوليه هيكون موجود، في لعيبه اعتقد يعني خارج اطار التقييم تقريبا، صح؟ لا، وفي الزمالك برضه خلينا ان احنا بنتكلم عن الزمالك، في امام عاشور، في زيزو، في الونش، في الونش افضل مدافع في مصر للعام الثاني على التوالي، ومحمد عواد هيخش مكان ابو جبل، وطبعا احمد فتوح طبعا افضل ظهير ايسر، هو ما فتوح موجود، والونش امام عاشور وزيزو موجود، والجديد بقى محمد عواد، وهو يمكن شكر برضه للمقربين في المستوى الفني لشيكابالا، ويمكن قالك ممكن اضمه واستعين به في جزء من المباريات الرسميه. تحليل وافي منك يا عيسى، وانت بقول لك انت جاي الطريق طبعا. هم انت بنقول طبعا جميل الزمالك مبروك بالدوري رقم 14 في تاريخه، مبروك لجميل الزمالك حظ الخطاب، مبروك لكل الانديه المصريه، اهم شيء شفناه النهارده الحاله الحضاريه الجماهير نادي الزمالك في المباريات، نتمنى كل الجماهير تقدر بالشكل دوت في المباريات، نتمنى روح الانسانيه وروح روح الاخلاق الحلوه هي تكون هيثم موجوده بين كل الانديه، الاهلي والزمالك كل التنافس في اطار الكوره، ونخرج من الكوره كل الناس اصحاب، اللعيبه كلها اصحاب يا هيثم، الصحفيين اصحاب، مسؤول الانديه اصحاب، المفروض تبقى هي حياه كده بالشكل ده بالظبط. في لقطه جت حلوه جدا قبل ما ننهي اللايف، محمد عبد المنصف بعد المباراه تيشيرت نادي الزمالك طبعا، ومعاه شيكابالا واحد اللاعبين الاخرين يمكن خدوا المباراه بالظبط، وراح لجمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك ناداه له اوسا اوسا، راح له عمل على ايده كده على دماغه في لقطه كانت جميله جدا جدا، ولا كانه راجل لسه بيلعب. احنا عايزين كل الماتشات يا ريت كل المشهد ده بالزبط. هي الرياضه كده، احنا عايزين الحياه تبقى بالظبط بالتاكيد. طب شيء اللي متابعه النادي السابق، كنا في تغطيه لاحتفاليه نادي الزمالك بالفوز بالدوري ومباراته مع الاتحاد السكندري، انتهت بالتعادل الايجابي بهدف كل فريق، احرز هدف الاتحاد السكندري في البدايه ريم حسن، ثم تعادل الزمالك الونش في 24. استاذ هنا هيكون في تحليل تحكيمي مع كابتن احمد العماد مع الزايد.